الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذ الدكتور جمال أحمد توفيق، أستاذ أمراض الكلى في كلية الطب جامعة قناة السويس بالإسم علي. أحب أقدم بعض النصائح عن أمراض الكلى، من ضمنها ما هي الفشل الكلوي وما هو أعراضه. فالفشل الكلوي معناه أنه الكلى فقدت القدرة على تنقية الدم وتنظيفه من السموم، وطبعا ده يتطلب ان احنا بنقول ايه هي وظائف الكلى. فوظائف الكليه دي، الكلى بتقوم بوظائف عديده، منها ضبط كميه الميه اللي محتاجها الجسم، التخلص من السموم والمواد الكيماويه الضاره اللي بتخرج من التمثيل الغذائي، ضبط الاحماض الامينيه في الدم، تكوين الهيموجلوبين، وهي المسؤولة عن تكوين الهيموجلوبين بإفرازها لهرمون الإريثروبوتين اللي بيكون الخلايا الدموية وبيمنع الأنيميا وحدوث فقر الدم. طيب، ما هي أشهر أمراض التي تصيب الكلى؟ الكلى بما أنها عضو مهم جدا في الجسم فتتأثر بأمراض كثيرة مثل الضغط الدم والسكر، والاثنين دول أهم مرضين يؤثروا على وظائف الكلى ويؤدوا إلى فشل كلوي نهائي. والأمراض الأخرى مثل التحمصلات على الكلى أو التكيسات على الكلى أو الحصوات أو الالتهابات المناعية والأدوية التي تؤثر على الكلى، في استعمال خاطئ لبعض الأدوية زي أدوية الروماتيزم وأدوية المسكنات وأدوية المضادات الحيوية، كل دي أدوية ممكن تؤثر على وظائف الكلى. طيب، في سؤال، هل ارتفاع نسبة البولينة والكرياتينين يؤثر على وظائف الكلى؟ هو العكس، هو الكلى لما تتأثر وظيفها يبدأ يرتفع الكرياتينين والبولينة، وهذا هو دليل على قصور الكلى، لأن الكلى بتبدأ تفقد القدرة على تنظيف الدم من السموم ومن ضمنها الكرياتينين والبولينة، فيبدأوا في الارتفاع، وكل ما يرتفعوا كل ما معدل تنظيف الدم يكون قليل. وطبعا بنصح مرضى الكلى بالاهتمام بالتغذية وبالسوائل، بالذات في فترة الحر وفترة الصيف، انهم يشربوا سوائل كتير عشان ده بيقيهم من امراض كتيرة من ناحية الكلى، ويحتاطوا كثيرا في استعمال الادوية بالذات المسكنات والمضادات الحيوية بدون داعي، للحفاظ على وظائف الكلى. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وشكرا جزيلا.